السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رجل كان شرسا شديدا على الإسلام والمسلمين، رجل كان يحارب كل من دخل في الإسلام ويعاديه ويغلظ عليه، يخاف الناس أن يظهروا إسلامهم أمامه. من هو؟ اسمه عمر ابن الخطاب، ذلك الرجل الذي يهاب الناس أن يقولوا أمامه أسلمنا. قال أحدهم له: يا عمر، أنت الذي تمنع الناس عن الإسلام، اذهب وانظر إلى أختك وصهرك قد صبأ، روح شوف أختك، شوف زوجها وقاعد تتكلم على الناس أنت، اذهب وانظر. قال: لن يحصل هذا. قالوا: بل حصل، روح شوف. وكان عند زوجته فاطمة أخته وزوجها خباب بن الأرت يقرئهما القرآن، خباب من السباقين، خباب الذي شوي ظهره في سبيل الله، وعمره 18 عاما، جالس يقرئهما القرآن. فسمع الثلاثة أن عمر أقبل إليهم، فاختبأ خباب ودخل عمر فنظر إلى فاطمة أخته وزوجها جالسان يقرآن من صحيفة. قال لهما: ما هذا؟ قال: هذا القرآن يا عمر. قال: صبأتما؟ قال: بل أسلمنا يا عمر. فقام عمر إلى سعيد وضربه، زوج فاطمة، ثم نظر إلى أخته فاطمة وضربها، ضرب أخته وزوجها وسقط على الأرض، فبكت أخته. فنظر إلى الصحيفة، ما هذه الصحيفة؟ أخذ الصحيفة فإذا بفاطمة تأخذ الصحيفة من يد عمر. قال: ويحك، ماذا تصنعين؟ قالت: إنه كلام الله وأنت نجس، لا يحل لك أن تمسح. من فقهها قالت لعمر: اغتسل إذا أردت أن تمس هذه الصحيفة. ظنت الأمر بالغسل، فذهب عمر واغتسل يريد أن يرى ما في هذه الصحيفة، والرجل قد امتلأ غيظا على أخته وزوجها، فاغتسل، خفت الحرارة الآن، رجع مسك الصحيفة، نظر إليها، أخذ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أخته تنظر، زوجها ينظر، خباب من بعيد، وعمر يقرأ: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن. وعمر تدمع عيناه ويقرأ: الرحمن، شوف الاسم، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى. وعمر يبكي ويقرأ القرآن. فاطمة الآن حست في الأمر شيء، فدخل خباب، والمنظر الآن حزن فرح، ما يدرون ليش يبكي عمر هذا الرجل القاسي الشديد. الآن دخل النور إلى قلبه، الآن بدأت الهداية، الآن بدأ فاروق هذه الأمة يتقدم لنصرة هذه الأمة. الآن يدخل خباب، الآن خباب يأتي، آن لخباب أن يتقدم. قال وقد نظر عمر إلى خباب، قال: يا خباب، أين محمد؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أخبرني أين محمد. قال: في مكان لا يريد أحد أن يعرف عنه. قال: والله لا تخبرني. خاف خباب الآن،
لكن هل خباب يرد كلام عمر؟ ما يستطيع خباب. قال خباب وهو يمشي مع عمر، قال يا عمر إني لأرجو أن تصدق فيك دعوة رسول الله. قال وأي دعوة؟ قال سمعته البارحة يقول اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، أنت أو عمرو بن هشام. قال أو قال هذا؟ قال والله لقد قالها. قال دلني على مكانه. الآن خباب مو عارف شبي عمر، فذهب عمر وطرق الباب، والنبي في دار الأرقم كتم المؤمنون إيمانهم، وحوله الصحابة الذين أخفوا إسلامهم، الضعفاء المستضعفين، وعنده حمزة أسلم قبل أيام في الدار نفسها. فطرق الباب عمر، فقام حمزة وذهب ونظر، وإذا هو عمر ما فتح الباب. قال يا رسول الله إنه عمر بن الخطاب، خاف كل من في الدار. دخلوا إلى الداخل، فقال حمزة يا رسول الله دعني أفتح الباب له، فإن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيتك يا رسول الله. وهذا حمزة، حمزة يجابه عمر، أسد الله أمام الفاروق، كلاهما جبلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشجع من الاثنين، قال لا يا حمزة دعني أفتح الباب له. فقام النبي فتح الباب، ودخل عمر شاهرا سيفه، فإذا بالنبي يجبده من ثيابه ويتله إليه، ثم قال له يا عمر أما آن لك أن تؤمن أو لتنزلن عليك قارعة من السماء. فقال عمر يا رسول الله جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي وكبر حمزة وكبر كل من في الدار، علموا أن عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا بالشياطين تفر من ذلك، كل حي يمر فيه عمر وكل فج يمشي فيه عمر تفر الشياطين. من؟ إنه فاروق هذه الأمة، إنه عمر بن الخطاب الذي قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر، يقول ما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم صلينا عند الكعبة عزة بهذا الدين. إنه عمر بن الخطاب. إنك لا تهدي، لا تهدي من أحببت ولكن الله، ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي من يشاء، ما يهديك أنت، والله يهديك. لو أردت لهداك الرب عز وجل. تقدم من الآن، قل يا رب أنت الآن تسمعني، كل واحد فينا الآن يتكلم بينه وبين ربه، يا رب أنت الآن تسمعني، أنت تعلم بي، يا رب ليس بيني وبينك واسطة، يا رب هل تقبلني؟ يا رب إن أنا تبت الآن تقبل توبتي؟